كريم جده لوالده هو كان عميد كلية دار علوم من افضل الكليات ومن اهم الكليات الدكتور محمود قاسم اللي هي خرجت علماء في الدين وناس ذو حيثيه في المنطقه دي. جده من الناحيه الثانيه واحد من اهم اليهود المصريين الوطنيين اللي ساهموا في بناء البلد دي ضد الصهيونيه وضد اسرائيل. انا التركيبه دي غريبه جدا يا كريم. ام والدي كمان ام والدي جدتي من ناحيه والدي كانت مسيحيه ولكن هي اسلمت في اخر حياتها. فكنا انا كنت بحتفل بكل حاجه بالكريسماس برمضان براس السنه الميلاديه المسلمه الهجريه وراس السنه اليهوديه وكنت بحتفل بكل يعني كان ساعات بيجوا في نفس الوقت حاجه غريبه جدا يا كريم. حاجه كمان مهمه يعني انا اكشلي ما حدش تقريبا في انترفيو سالني الانترفيو او فتح الموضوع ده بس انا مبسوط انه انت اللي فتح معايا الموضوع ده دونا عن اعلاميين كتير تانيين. بس عايز اقول حاجه ان ده دليل ان يعني وجودي ووجود عيلتي ان احنا كمصر احنا مش مسلمين وبس او لا احنا شعب متعدد. احنا مصر كانت مسلمين مسيحيين يهود اجانب كتير يعني. فبحس ان مهم ان الواحد يتكلم عن ده ان مصر مش لطائفه واحده او لحاجه واحده. لا احنا مصر دي فعلا ام الدنيا. هي نموذج او الـ نموذج العملي لفكره الدين لله والوطن للجميع. انتوا كلكم كنتوا مصريين بالزبط. بس كان فيكم المسلمين وكان فيكم المسيحيين وكان فيكم اليهود ودي تركيبه غريبه جدا. والدتي حتى الله يرحمها كانت هي اللي بتحفظني القران وانا صغير لان والدتي كانت دارسه شريعه كمان عشان كانت محاميه فكانت هي اللي بتحفظني القران.